اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا قطط شيرازيات، الأم شيرازي والأب بيرشن، عنده 3 جوائز داخل سباقات وحصل 3 جوائز الأب. القطط الصغار طلعوا على أبوهن بيرشين، الأم شيرازية شعر كثيف. عمر القطط الصغار تقريبا حدود 25 يوم، سعر التك 175 دولار، الأنثى 175 دولار، والفحل سعره 150 دولار، والأنثى الشيرازية سعرها 200 دولار منتجة. وحسب طلبتها أما تكون حارة فتجيب 6 قطط أو أكثر، وإنما إذا طالبة هستها وزوجت فتجيب قطط 2 أو 3. داخل سباقات وحصلت 3 جوائز، يعني جمال جمال قالوا مواصفات، يصير مواصفات، يصير أقشم ما عنده بوز طالع لي قدام، عيونه قشمات، خشمه صغير، حلقه صغير، أطراف قصيرة، شعر كثيف. ولأن الصغار مثل ما موضح بالتصوير طالعات على أبوهين، مواصفات حلوة وشعر كثيف. هذا التراب ليش خالينا وياها؟ هذا التراب تقضى حاجتها بيه، هذا تقضي الحاجة بيه، ويخلوا لها رمل، اكو رمل خاص، بس احنا عندنا مثل كميات نخليهن هذا التراب. الماء متفرغ وهاي خليهن اكبر من هذا، حتى القفص هذا مالهن يعني صغير، احنا خاليه وقت اكو مثلا مكان كبير يقدر يخليهن بيه اوسع، واكو رمل خاص يجي لهن. وبالنسبة للعلف مالها يعني يفضل العلف المسلوق، يعني الدجاج المسلوق، بازاليا، بوتيتا، هواية يعني، بس أهم شيء يعني حتى لا يصير بيها عدها ديدان، دائما الأكل مالها يصير مطبوخ. وهاي خالها بهذا القصص الصغير، لأن عندي قطط هواي بالبيت جايبات وجواهن صغار، دنيك عمرن أصغر من دني، فدنيك لازم مداريات أداريهن، ودني كبار فما عليهن شيء، خليتهن بالمحمية بهذا القفص الصغيروني. أيضا أكو علف مخصص دراي فول، يصير على شكل حبة، على شكل حبة دائرية، دراي فول، هم أكلهن الخاص هذا يعني، يعني هو أكل خاص بالقطط. هاي اللون والعيون، واكو بعد انواع قطط، يعني اللي يريد قطط يراسل على واتساب على الصفحه، والاتصال على الرقم اللي ذكرناه ايضا موجود، قطط انواع وكل شيء بسعره، كل نوع بسعره، وكل المواصفات، كل مواصفات وسعرها موجود، هملايف والمواصفات، حوامل لهن 40 يوم واكو 20 يوم، وموجود شيرازيات ايضا حوامل لهن شهر، وموجود ايضا شيرازيات جواهن كتن صغار ايضا للبيع، كل من وحسب سعره، كل مواصفات وحسب سعره، اكو من 200 دولار ل 700 دولار. واكو ايضا، اكو ايضا كتن صغار سعر التكل واحد 100 دولار. هذا من ينباع الصغير، القط الصغير للعلم يعني العمر مالته تقريبا 40 يوم ينفطم، يعني بعد الفطام. واكو بي يعني الى واهس يرضع او عنده غير قطة حامل او عندها قطط هيك بهيك عمر، يخليها وياهن عادي ترضعهن، تستقبلن اذا الام حنينة، عمره 40 يوم وينباع.
هذا يدور على ثدي امه حتى تربعه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.